السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي قبل انه نهضروا على ديبلوم اكونبانيمون ايدوكاتيف بوتيت انفونس فيا الفي اي. انا كيف ما قلت لكم انا كنفضل انه الفي اي كتكون اسهل، يعني بالنسبه لي انايا. واشنا هي؟ هي انه كديري واحد، تكون عندك واحد ليكسبيريونس ديال لا بتيت انفونس، انا كتكوني خدامه في لا كريش ولا خدامه في لا كونتين، اولا تكوني اسيستونت ماتيرنيل اولا اي حاجه تكون عندك، وكتمشي كتفاليدي ليكسبيريونس ديالك. اشنا هي؟ كيفاش كديري ليها؟ كتصيفطي لو ليفري ان، كتامبريميه من لاكاديمي ديالكم، كتاخدي اولا كتمشي للاكاديمي باش كيعطيك لو ليفري ان على حساب انتيا اين اكاديمي وكيفاش السيستم ديالها. كتدخلي اون غرو البنات، كتدخلي لاكاديمي ديالك ياك، كديري لو ليفري ان كيكون على كلشي ياك، انت كتعمري كيكون بحال شكل ديال السي في، كتعمريه وكتصيفطيه ريكوموندي لاكاديمي ديالك. هما غيدرسوا واش انك مؤهله انه ديري عندك بزاف السوايع وداكشي اللي خاص باش انك ديري لو ليفري دو. ملي كتكون عندك الحق انك ديري لو ليفري دو، كيصيفطوا لك لا غوسوفابيليتي، واحد الورقه كتجيك للدار بانه تقدري ديري لو ليفري دو. ومن بعد كيعيطوا لك على واحد الغينيو كتمشي، كيشرحوا لك اشنا هي لي ديمارش اللي غديري. ما كيكونوش غير وحدين ديال لا بتيت انفونس، كيكونوا بزاف. انا عاقله ملي مشيت كانت البنات اللي كيديروا الميناج، البنات اللي كيديروا لوكسيليار دو في، وكانت معنا شي وحدين اخرين، يعني كيهضروا على لو ليفري دو بصفه عامه. ومن بعد كتقول لك واش بغيتي ديريه اكومباني ولا لا. اكومباني يعني باش انهم يعاونوك في لي ديمارش. الا بغيتي انهم يعاونوك فيه كتصيفطي الوراق ديالك للبلومبلوا باش يعاونوك فيه. كي البلومبلوا كتفينونسي لك الفينونسي لك على حساب. انا كانت ديك الساعه قالت لي السيده ما بين 800 اورو و 1200 اورو على حساب السوايع. انا واقيلا انا عقله خدت 10 ديال لي سيسيون كانت 800 اورو، حيت انا كنت ديجا دايره الفياو ديال الاسيستون ماتيرنيل، يعني كان تقريبا بحال كنت موجده ليه. خدت غير 10 وفي الاخر زق دايره غير 3، 7 مشات غير هكاك باطل، معليش باش انا اللي مخلصه. صافي كيتسنى ان البلون بلوا يصيفطوا لك لو شيكي، واش كيصيفطوا عندك للدار ولا عندهم لاكاديمي. هاد القضيه ما قالتش عليها، ولكن كي ملي كيوصلهم، لا انا كنوصل لاكاديمي نيشان، ملي وصلهم عيطوا ليا وقالوا ليا باش انني نجي لا غينيو كوليكتيف. ملي مشيت لا غينيو هي فاش انه كيبدا تهضر لينا على لي ديتاي ديال في اي. انا قلت ليها بان تقريبا انا راني موجده، ما غنحتاجش بزاف الوقت انني نكمل لو ليفري دو. صافي قالت ليا ماشي مشكل. اشنا هو لو ليفري دو البنات؟ انه كتهضري على الخدمه ديالك ليكسبيريونس ديالك في الدار. مثلا كيعطوك فيه ديال 4 ديال لي زاكتيفيتي ولا 5 ديال لي زاكتيفيتي. كتهضري بعدا على لا كوميون ديالكم، شحال فيها ديال لي زيكول وشحال فيها ديال الناس وشنا هي اشنو كاين، يعني كتدخلي غير لا فيل ديالكم وكتاخدي هذاك الشيء الديتاي منها كله. ومن بعد كيكون عندك لاكتيفيتي ضروري ديال لاليمونطاسيون، انا يعني كيفاش وليت كتوجدي الماكله، كيفاش كتغسلي، كيفاش كديري لي كورس، كيفاش الا كانت هي اللي كتنتي اللي كتعطي الماكله للوليدات كيفاش كديري ليها، ولا كانوا لي بارون اللي كيجيبوا لك كيفاش، كيفاش كتغسلي الثلاجه، كيفاش الطابله، كلشي الديتاي ديال اليمونطاسيون، شحال ديال الوقت انه الولد يستغرب باش يستغرق باش ياكل. يعني هذاك الشيء راه عندكم كله في الريفيرونسيال. ومن بعد كتكون عاوتاني لو سوماي كيكون ضروري. من بعد كيكون لي زاكتيفيتي ديال المانيوال، شكل لي سورتي، كيكون عاوتاني الميناج ديال الدار، لونتروتيان، يعني على حساب نتوما لاكتيفيتي لي دوزتو. الا كان خاصكم شي مساعده البنات ما تتردوش قولوها ليا، ولا كانت خاصكم عزلتوا لاكتيفيتي مثلا ديال اليمونطاسيون ولا ديال المانيوال ولا اي حاجه، مرحبا والف مرحبا نعاونكم فيها، حيت انا عند الحمد لله الفي اي كنت خدمت فيه مزيان. صافي. ومن بعد راه كتكمليه كيعاونوك انك كتكمليه. كيفاش كيعاونوك؟ انك كتكتبي لاكتيفيتي كتعمريها وكت هذيك السيده اللي كتكون اكومباني ديالكم
كتشوف واش دايره شي غلط، واش خاصك تزيدي ولا ابنه وخاصك تنقصي. هذه هي فاش كتنفع لاكومبانيومون البنات، حيت ما كتكونيش بوحدك تايبي في الدار، واخا تكوني ديري شي غلط ما كترديش ليه البال. هذاك الشيء علاش البنات الا كنتو خاصكم ديروا اكومبانيومون ما تردوش البنات انكم ديروها. صافي. ومن بعد كدوزي قدام الجوري، هما كيوجدوك قبل انك تدوزي قدام الجوري، كدوزي قدامهم كيسولوك على لو ليفري ديالك، ما كيسولوكش على شي حاجه اخرى نهائيا، من غير الا كان شي واحد شويه معكس. انا عاقله كانت سولاتني وحده على واحد السؤال اخر لا علاقه ليا به، انا لي اسيستونت ماتيرنيل، كان هو داك البي اي بقيت نشوف فيها انا، واخا انا عارفه بانه بروجي ديال الوليدات اللي كياكلوا كيجيبوا الغول الماكله ديالهم كيكونوا اليرجيك. انا عاقله واحد السيده قالت ليها لا ماشي ما خاصكش توليها هي هذا السؤال ماشي ديالها ماشي ليها، السيده اللي جايه من وراها، السيده من وراها هي كانت بقالها خدامه في ليكول هي باش بغات دير سي ابي. صافي كيدوزي لونتروتيان معاهم، ما تخافوش البنات ما تردوش غير بشويه، داكشي اللي عندكم في لو ليفري هو اللي كيسولوا عليهم. انا شحال البنات نشرب الرجح. صافي اوكي دوزو معكم لونتروتيان، عندكم 20 مينوت ديال لونتروتيان. انا معكم درت اسوسياسيون مع واحد البنات كانوا خدو معايا شويه ديال الوقت، لانه بقى كيسولوني على لاسوسياسيون وعلى واحد لاكتيفيتي كنت درتها في لوغولي اسيستون باترنال، بقاو يسولوني كيفاش درتيها وعلاش درتيها وكيفاش تخلاتك، بقيت نشرح لهم علاش. صافي ولكن ما حسيتش بالوقت، انا ملي قالوا لي صافي قلت لهم صافي يعني بغيت هما يبقاو يزيدوا يسولوني. داكشي علاش ملي كتكونوا موجدين البنات مزيان ما تخافوا من حتى حاجه، ان شاء الله ربي يعاونكم. صافي ومن بعد كي وصلني الدبلوم ديالي ومن هي فاش صيفطت دفعت لاميغي هي فاش خدمت اتسام. كنتمنى البنات يكونوا استفدتوا من الفيديو وما تردوش انكم ديروا الفي اي ديالكم، يا اما الا كنتو بغيتو ديروا ديال لابتيت انفونس ولا البنات اللي كيكونوا يخدموا عند لي بيرسون اجي حتى هما البنات، ما تردوش انكم ديروا الفي اي ديالكم باش تاخذوا الدبلوم ديالكم وتاخذوا السيرتيفيكاسيون. كاينه كما قلت لكم فواحد الفيديو ديال الروبوندير، يعني البنات كديروا تخدموا اونوار حاولوا انكم ديروا السويع ديكلاريو السويع ديالكم باش يفيدوكم انكم تخدموا وديروا السيرتيفيكاسيون ديالكم. يعني الا تصلتوا غير بغوبوندي ولا بزاف ديال لي زورغانيزم اللي كيديروا الفي اي ديال لي بيرسون اجي ولا اوكسيديير دو في ولا ديال الميناج ولا اي حاجه، ما تردوش انكم تفاليديو ليكسبيريونس ديالكم فاش تخدموا احسن والسالير احسن. يعني كاينين شي دي زومبلويين ما كيبغيوش يديكلاريو باش ما يدي باش ما يخلصوش بزاف الحوايج، ولكن شكون اللي كيكون ضايع كيكونوا ضايعين نتوما البنات، يعني عندكم ما كديروش لا روتري ديالكم ما كديروش بزاف د الحوايج، يعني كتقبلوا انكم تخدموا نوار. حاولوا الا كانوا عندكم الوراق البنات حاولوا انكم تخدموا ديكلاري باش تستافدوا. وهاد السيرتيفيكاسيون اللي قلت لكم اللي كتقدروا تاخذوها من الفي اي ديال فاليداسيون داكي ديال اكسبيريونس يعني كتنفعكم ملي كتمشيو تدفعوا في لي سوسيتي ولا شي حد، كتقولوا لهم بان راه عندكم هاد السيرتيفيكاسيون ولا عندكم هاد الدبلوم ولا عندكم هادي، يعني كتزيد من القيمه ديال الخدمه ديالكم والقيمه ديالكم ملي كتهضروا بانكم عندكم لي باجاج وعندكم هادي وعندكم هادي، يعني هي كتنفع بزاف. يلا البنات ما تردوش ما تردوش ما تردوش انكم تخدموا وديروا دي فورماسيون وديروا اللي ما قاريش اللغات في تقرا اللغه البنات راه مهمه بزاف 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 بزاف، هي اللي كتفتح البيبان. واخا مازال حنايا راهنا خدامين بعض البنات، انا كنقول بعض البنات ماشي هذوك البنات اللي واعرين في اللغه، حنا راه خدامين ولكن كنديروا بعض الاغلاط، ولكن ماشي واحد الحاجز اننا ما نمشيوش نخدموا. والله انا كنشوف بزاف الناس كيديروا الاغلاط وانا منهم، وانا ماشي ضروري ماشي مشكل، يعني ماشي قضي ضروري ماشي مشكل انكم ديروا الاغلاط، ومن الغلط راه كنتعلموا. ملي كتخرجي تحكي مع الناس كتعودي تزعمي، مثلا البنات اللي ما زعميش واحد البنت قالت لي ما زعماش نخدم ونخرج، لا اختي غير زعمي، حنا كنا في الاول نحشمو كنا 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 ودابا راه عندنا نجاوبوا عندنا نهضروا على حقنا عندنا بزاف بزاف د الحوايج. يلا البنات نهاركم مبروك وعطله سعيده، اللي عطله والويكاند سعيد ومسلم عليكم.